عارف لا فيه بالحب ملاية وبلد فيه قلوب الله عليها ديما للمحتاج سند يسوى ما تعرف لا فيها بالحب ملاية وبالود في الموقف ديما صبايا للغلطان يقول نهاية قريبة دمعتهن جرايا لو شافن دمعة من حد في الموقف ديما صبايا للغلطان يقول نهاية قريبة دمعتهن جرايا لو شافن دمعة من حد فينا الخير. الأمانة شيء سامي في أخلاق البشر، وانضياعها تضيع الثقة في التعامل بين الناس. في حلقتنا اليوم تجربتين. الأولى شاف قلت لك طيحت منك خذينا طيحت منك خذينا نعم والله تأكد من فلوسك هذا حاجة بس نعم والله والله تأخذينا هذا حاجة شو واحد منك تأكد من فلوسك بس هذا حاجة ها والثانية ياخذهن ويحطهن في جيبه. قال تدويتيني هذا قال لي ما في شيء؟ لا لا 20 جنيه طاح منك. هذا قاعد يحلف تقطع قال ما خذيت حاجة. أنا غير غبا ما شاء الله تاخذ فيني طلع. يا حاج يا حاج فلوسك هذينا طاح منك. مش شورك تأكد بالك لك ولا حاجة خير ما أكيد تمام بارك الله. أستاذ أستاذ عاشور أخذينا طاحت منك لحاجة قد تأكد من فلوسك بس رأيك تطيحت منك لحاجة إن شاء الله مش شورك شاف قلت لك طيحت منك أخذينا طيحت منك أخذينا نعم والله تأكد من فلوسك لحاجة بس نعم والله والله إيه باهمية مش شورك يعني تمام انت اخذيني هون حاجة شو واحد منك تأكد من فلوسك بس الحاجة لا والله مش مال لا صدقني والله ما مني انا شفت انطاح عن وراك انت خطمت انت لقيت انت وراك فهمت مرات انت الطيار عندك ولا حاجة صدقني مش مني لا لا مش لك يعني لا والله ما مني شو راك هدينا اكد عليهم بس رقيت احد منك ولا حاجة شو راك يا شاب طاح منك هدينا تأكد فلوسك ولا حاجة قصدينا راه توك يجن انت خطبت هنا وراك ها؟ لا لا قصدي بالك شو راك؟ لا تأكد تأكد من فلوسك تجيبها في دريق ها؟ تأكد حد بقى طايح منه فلوسه تأكد منه بس انا تو شفت انه وراك انا قلت لك ولا حاجة تأكد بلك واحد مش معته في الحال ايش طيب ايش يا حاج قلت لك الفلوس هذينا طيحت منك شنو الفلوس طاحت منك تو ما ظنيش كيف طاحت منك والله مدري عليه تو شفت الخطام انت طاحت منك انا مدري مصدي انا كلام رنية قلت تأكد منهم بس مرة تجد لك ولا حاجة والله قصدي أكد على الفلوس بالك شوي اللي هنا طيحت من هنا قصدي مرات اذا لك بس رم بش ناخذن ولا حاجه مش عارف والله الله انا بدري مصبي هنا انا لا انا بدري مصبي هنا مش عارف قلت انا بيطيح منك بس مش نظن ما كل حاجه اني مش شورك اكيد بارك الله فيك سمعنا شفت اللي هاتي وراه هنا مش شوركه اكيد يعني 100% والله انا شو بقول لك عد فلوسك انت مرتي هذا ولا حاجه شوف انا حنزيد نتاكد كان المشية انا اعطيه لله واجر لك الله يبارك فيك اقول لك الحين بشوركم اكيد تاكدي بس على تو وراك حقيقة طيحة ها قد يشوف يجيبك ولا حاجه ان تو طاح انت خطمتي من هنا طاح خطمني هنا ها تحاكم حطيك سلام كيف الحال يوم بارك الله فيك فينا وفيك
مسكين طيحته وعلاش ما خذيتوش؟ والله هي حاجه مش لك ما مديش فيها يده، يعني الرزق هذا مشور يعني الحق ان شاء الله ما شاء الله. شنو عدوها امانه هذه؟ امانه اكيد هذه طبعا. حاج المدرسه اكيد اخترت انه والله ما تغديتش اكيد 10 جنيه ما تستخدمها لانها مش لنا يعني ما مش معنا نحن، كانوا معنا في شنطه كان بحثنا دورنا بس لا مش معنا اصلا ناخذوها يعني مش لنا. واش حكيت لك ليش يعني ما فينش رزق قد انا خلاص مش لنا علاش ما خديتيش؟ مش بتاعتي بل بتاعت واحد جارني بيه مش بتاعتي الحمد لله. هيك تربينا نحن الحمد لله انا متربيك روح تربيت امانه لما انا حاجه مش لك ما تقرباش بالك من نصيبه لقاها طايحه قلت ما عندك كيف تاخذها مرت من نصيبه. هذه حاجه تربينا عليها بالضبط يعني حاجه هذه من جوا يعني من بيتيه الحوش هيك يعني قصدي حاجه ما تخصنيش هذه عرفت ممكن طيحات من واحد اخر قريب يقعد او حاجه هيك. انا تو شنو المشكله ليش انا ما اكدتش لان حاط فلوسي في عده جيوب من ضمنها انا وانا فقلت له حال تاكد منهم كان ليا خلاص حال اخذهم وكان مش ليا حال نعطيه لله سبحانه وتعالى والاجر له مش ليا له. والثانيه ياخذهن ويحطهن في جيبه. نعم سفاحة. نعم وين اخذ انا كيفاش تخلت هو يا كيفاش تخلت هو والله قدامي نعم فلوس طحن منك نعم فلوس طحن منك توا فلوس وين استاذ الو 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 منظر تسمع فيها منظر لله الو لا تمام حق شيء الو فات ما تجيش ورا انت عادي بس وراك شيء هو الو غر تعال بس تعال تعال بس غر تعال بس بس تعال تعال بس غر تعال بس هاي تعال قصدي سنعطيك منها غير انت فوت الموضوع بس لا ما فوت شوف فلوسه حقاته يا قصدي انت نعطيك منها بس صوت انت فلوسه باين انا اعطيك منها انا نعطيك منها غير بس فلوس حرام ما لا مش حرام غرسك تو ما دواش لانت انا نعطيك منها غير انت بس لا وراح اكيد اطحن منك حقيقه شوية حميدة خلينا نقعد عندك باورين فلوس عبد الله يا رب تعب عادي كلم شرطي في غاية كم من فلوسك والله قريب 40 جنيه والله الله عبد الله تنعطوك فلوس نحن عبد الله تليفونه ما شوف تعال يا شباب تعال يا شاب يا شاب يا شاب اخويا اخويا حميدة تعال هيا هيا فلوس الراجل طيب قد جبتي عادي ما خلنا نسرق شيء ما يا راجل ما نعيش سراق ما نسرق بس كتمد باب مد نعطي الراجل فلوس هات الفلوس يا راجل حاشا ما وليه بتكذب عليك توا
خش شوف الكاميرات يا رجل مصطح انا تو خلاص انت فلوس اعطيني فلوس واربح انت ما دام هذا الموضوع فلوس كيف طالع الفلوس سراد شوف الكاميرات انت دقيقه انا ما اتحركش بس الله يرضى طالع الفلوس والله ما تخاف يحس فلوس مبرومات منك نطلعون كانك انت خلاص يا رجل اسمع خش معي شوف الكاميرات خش شوف الكاميرات يا حاج طعم فلوس طرقوه قدامك عاد شوف الكاميرات ايش الموضوع عاد شوف الكاميرات طعم عنده الفلوس طرقوه قدامك حقيدي تونا نشوف الكاميرات كيف خلاص اكبر شكله ما تخليش يطلع ما تخليش يطلع شكله بيهرب ايه شفتك انا ماشي وانت طاح ليش نهيت انا ايه سربتك لانك سربت الراجل انا شفتك كان ماشي لا سرب لانه هو كان ماشي وانا جايه من هنا وانت ماشي طاح فلوسك هو مقبل قلت لك استاذ ما عدلتش علي هذا ناطخ هذا الفلوس ما خدتنيش انا شفتك يشهد علي الله تبي تسامح حسن لا ما سامح اتق الله يرى الوضع شفاتك انت فلوس لا انا شفتك انا متاكده لا انت غلطه بس لا مش غلطه مش مبلع عليك انا قادر تدويتيني هذا قال لي ما في شيء لا 20 جنيه طاح منك هذا قاعد يحلف تقطع قال ما خذيت حاجه بابا شنو تاخذ فيه انت واحد انت بلا علاش من نقبل انا احد يشهد علي يا رب ما انت تبلي عليك بتيني صراحه انا ما نعرفكش انا شفتك خديت حاجه مش نتاعك ليش تاخذ فيها اعطيني دليل على انك شفتيها ما في جيبه ما في شيء لا في فلوسي في جيبه لا مش في جيبه كم فلوسك فلوسي كم قول لي كم 40 60 خلاص مو هذا لا قصدي تاتي هنا هذه نعم نعم 20 جنيه طاح منك فلوس حطيت وسع بالك وسع بالك وسع بالك حبالك ما عرفتش حقيت واحد بعد هو شاد دواء قال فلوس عاش فهمت الحمد لله ميزان الدنيا فيها خير ونحن متاسفين بارك الله فيك كل عام وخير ان شاء الله وانتم بخير ان شاء الله لا 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 الحمد لله لا الحمد لله الحمد لله فيش لي بدير حاجه كيف هذه مازال اكيد كيف في خير ان شاء الله اكيد كيف نردوا للراجل فلوسه حقاته يعني حاجته ما تجيش تقاير روحك مكانه لا شيء قلنا له عاد تشوف الكاميرا طلعهم في فلوس ناخذهم منه ما فيش فلوس يربح اللي رغبنا موقف واعر ودخلت فيها كنت تسبب مشاكل لكن ما كنت واقفين مع الحق الله غالب الراجل قال ناقد معايا اش نديروا نعدوا نسيبوه ما تجيش صب علينا هو ويحلف اخرى يكرر في الحلف والهني بالله ومش عارف ايش هذه اللي اكثر شيء يعني وقاعده واضحه قدامه لكن اهو يلا يصلح الله الحال ان شاء الله اعطيني الفلوس الراجل مش يعطيني يقول فلوسي انا حقيت انطحن قدامي كذب عيوني هذه هذه الدل على اصول خذيت حيت خذاها حتى تليفونه وقال لي تليفونه اعطيه فلوسه انا اصلا ما جيش هي يعني مسروقات عنده فلوس وراجي يعني كيف كبر باتنا يعني مثبت باتنا يعني نحن فضليش نحن صبينا معه وحبينا نديروا معه موقف يعني ما يدورش لا مناصب لا فلوس لا لازم لان اخرتها موت شن بيسعى الانسان كلها فانيه شو بتدير لإذا سرقت به وبكرة وبعده لازم يقعدوا فينا الخير نحنوا على بعضنا نعطوا بعضنا نساعدوا بعضنا هذا اللي نلقاه هذا اللي نشيله معايا لكن الله مش هنشيله معايا مازال فينا الخير لسان حالهن قالنا رد فعلهن تعبير من غير ما يحكينا في الموقف دي ما صبايا الغلطان يقول نهاية قريبة دمعتهن جراية لو شافن دمعة من حد في الموقف دي مصبايا للغلطان يقول نهاية قريبة دمعتهن جراية لو شافن دمعة من حد فيه